معلومة في دقيقة، من صور التعبير الوظيفي هي الإعلانات. الإعلانات عبارة عن إيه؟ عن توجيهات لترويج سلعة أو عمل ثقافي أو اجتماعي. في شروط لازم تتوفر في الإعلان طبعاً: الإيجاز وحسن التنظيم وجمال الخط، ما كتبش إعلان 3 صفحات، تحديد الجهة المعلنة، موضوع الإعلان، تحديد الزمان والمكان، وكيفية التواصل مع المعلن. نشوف النموذج مع بعض. بيقول لي اكتب اعلانا عن رحلة مدرسية الى العاصمة الادارية الجديدة. لازم اكتب في وسط الصفحة كده اعلان تعلن اسرة الرحلات، ادي دي الجهة المعلنة، عن رحلة الى العاصمة الادارية، ده موضوع الاعلان، وذلك في يوم كذا الموافق كذا، وذلك في تمام الساعة 8 صباحا، ده الزمان، بفناء المدرسة، ده المكان، وعلى من يرغب في الاشتراك تسجيل اسمه لدى المشرف، دي جهة التواصل.